بستي. شفتي بقى يا سهوى؟ شفتي؟ مشيتوا سبتين. عندي بس شغل. Are we good? Yes, we are good, sir. Okay. Thank you, Pablo. Thank you. Nice to meet you. سلمى بقت شريكتي في الشغل ودراعي اليمين. والمعلومات اللي عندي بتقول ان هم هيفضلوا مركزين معايا الفترة اللي جاية. عشان كده كلكم تعرفوني كويس وبيننا تاريخ طويل. انكم تساعدوني اخرج الفلوس دي كلها في مرة واحدة من البنك. لازم الفلوس تتسحب وتتحول من كل البنوك في نفس اليوم وفي نفس التوقيت. صلاح وركزي معانا في مهمتك الجديدة. مهمات جديدة؟ ثلاث مهمات. أول واحدة؟ الراجل بتاعنا بيتحقق معاه. مين الراجل ده؟ ياسر. طب المطلوب إيه؟ الشاهد عليه. وده اسمه إيه؟ اسمه عمر. هبعتلك إيميل فيه اسمه وخلي بالك إن كل اللي نعرفه هو اسمه بس. بحث اتكتب في الستينات عن الفلوس والحسابات السرية اللي اتحولت لبنوك أوروبية من الشرق الأوسط، والشخص اللي عمل البحث ده كان بيشتغل عليه من مكتبة جد كلب بغدادي. ولأن البحث ده كان فيه مخطوطات بأرقام الحسابات السرية واللي معظم أصحابها اتقبض عليهم أو ما قدروش يوصلوا لفلوسهم، أصبح للبحث ده قيمة كبيرة وخطر على حياة اللي كتبها وما قدرش ينشرها، فسابها أمانة لجدك اللي سابها من بعديه لأبوك يا سلمى، ووصاه إنه ما يطلعش البحث ده من المكتبة تحت أي ظرف من الظروف. أنا جايبة لكم فلوس بتاعتكم اللي أصلاً صلاح ما كانش هيركحها. عايزة أقول لكم إن صلاح دلوقتي خلاص بقى كارت محروق. المطلوب إن أنا عايزة أمسك مكان صلاح في الشرق الأوسط. بحكم إنك مرات ولا إيه؟ لا لا لا، بحكم إن أنا أنسب واحدة وأنا جايبه لكم فلوس. أوكي، جيب.